اهلا بيكم ريفيو جديد لميوزك فيديو جديد. معكم فارس من تيم راب سين، والنهارده هنتكلم عن ميوزك فيديو اسياد البلد لويجز وسافج بلوج. الفيديو من تصوير واخراج خالد السباعي. في البدايه هنتكلم عن المميزات وبعدين هندخل على العيوب وبعدين هنقول شويه ملاحظات، وفي الاخر بندي تقييم كامل للفيديو كليب نفسه مش للتراك. انا بتكلم في اللي بفهم في التراك، ممكن حد متخصص يجي يكلمكم فيه، رميح، علاء، ان يكن. انا بفهم في الميوزك فيديوز فبتكلم فيها. المهم نبتدي بالمميزات، واول ميزه عندنا في الفيديو كليب هي التصوير. عجبني جدا تصوير الكليب، لقطات حلوه وصايعه، وانا بحب ستايل تصوير الكليبات اللي بيعتمد على الجانج اللي هو ناس كتير ورا الرابر او جنبه وبينطوا معاه وبيرقصوا وبيهايبوا مع التراك وبيهيد بانج. يعني بحب الشغل ده بصراحه، بيبقى ستايل باداس جدا وجامد. كمان الكواليتي كانت حلوه جدا ونظيفه جدا، بالذات في المشاهد الليليه، وده الاختبار الصعب لاي مصور انه يطلع كواليتي عاليه بالليل زي اللي بيطلعها الصبح. وده طبعا بيعتمد على انك تصرف فلوس على الاضاءه والكاميرات وانك تكون مصور شاطر طبعا. والكليب كامكانيات تقنيه مصروف عليه جامد، الناس مش مستخسرين في حاجه. تاني ميزه معانا هي المونتاج والفي اف اكس. المونتاج يعتمد على الحركات السريعه والتقطيعات الكتير والتنقل بين كذا كاميرا بسرعه. ده مفيد في ايه؟ اولا هو اسلوب جامد فشخ، ثانيا هو ده الاسلوب اللي تراك زي ده محتاج. في تراك زي ده انا مش عايز اشوف شوطات طويله ولا حتى عاديه، الريتم بتاع التراك سريع، يبقى لازم كل بار او بارين تغير الشوت او تحط في اف اكس صايعه عشان تشد العين وما تخليهاش تمل من المنظر اللي هي شايفاه قدامها. الحقيقه خالد السعداني عمل الاثنين ومفيش اداه منهم زهقت منها طول الكليب. اي نعم معظم الكادرات كانت الصبح اصلا فالتنقل بينهم مش صعب، بس هو كان عارف ازاي يستخدم كل الموارد اللي في ايده من غير ما يوجع عين اللي بيتفرج. والافكتات الصراحه عجبتني جدا وحابب اثني عليها بالتحديد لسرعتها وجمدانها. تالت ميزه معانا اختيار اللوكيشنات. اللوكيشنات كانت عامل اساسي في ان الكليب ده يطلع ممتع للعين. فرق السن وبيتصور في اسكندريه، يا جدعان المكان هناك حرفيا ساحر، اي حاجه هتتصور هناك هتطلع حلو. منتوفر اكتد انجل. لوكيشنات جميله اوريدي مع عين مصور شاطر تطلع كادرات جميله زي اللي قدامكم ده اللي هو لا حول ولا قوه الا بالله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نتكلم بقى عن العيوب، واول عيب عندنا هو قله تنوع الشوطات. الكليب مركز على الشوطات اللي متاخده في اللوكيشنين دول بس اكتر من باقي الكليب، وصاد لقطات كتير من لوكيشنات كتير كان شكلها حلو جدا وكان ممكن يطلع منها فريمات جميله جدا. غير عن كده مفيش عيوب بصراحه. شويه ملاحظات، عجبتني جدا اللقطات الليليه وعجبتني اضاءتها وتكوين الكادر نفسه فيها. عجبتني جدا كادرات العربيات والتريلات والطرق والصيد، كادرات الشعبيه والحنطور وكل الكلام ده انا كان نفسي اشوف منه اكتر بكتير الصراحه. عجبتني حركه الكاميرا في اللقطه دي جدا وحسيت ان ده الفريم الوحيد اللي ممكن يبقى بيقول حاجه، اللي هو ان ويجز هو الاسكندر الاكبر وكده، وانه في يوم من الايام هيتعمل تمثال زي ده في اسكندريه يعني كده يعني، او ممكن يبقى عادي يعني متصور تحت التمثال وخلاص وانا بافور يعني، فقشطه قشطه عدوها. واخيرا التقييم. كليب اسياد البلد جميل، صايع ولايق على مود التراك، وفي فريمات كتير جميله فوتوغرافيا. عجبني جدا المونتاج والفي اف اكس بالتحديد، ومع شويه تنوع واختلاف في اللقطات عن بعض كان هيبقى احسن كمان. اما نشوف بقى في ظل الظروف اللي احنا عايشينها دي والحجر الصحي وكل الكلام ده هنشوف كليب تاني امتى؟ ربنا يعافينا طبعا ويعفو عنا، بس يا ريت مروان موسى يحس على دمه وينزل كليب نهايه العالم بقى، عشان انا مستنيه بفارغ الصبر، والمفروض انه جاهز من بدري. المفروض ان ده حاجه بيشتغلوا فيها من 2019 اصلا يا جماعه، في ايه؟ ولكن ده مش موضوعنا، موضوعنا هو كليب اسياد البلد اللي عجبني جدا واتمنى ان انتوا تشوفوه وارشح لكم، وهو بشده تقييمي ليه هو 8/10. وبس كده، شكرا للمشاهده ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اعمل لايك وشير لاصحابك اللي متابعين راب سين. كان معكم فارس من تيم راب سين، اصغر واول ريفيور ميوزك فيديوز في الشرق الاوسط، ومحدش جدلني في الموضوع ده، واشوفكم فيديو جاي باذن الله. مع السلامه.